والله ايه؟ صباح الخير. صباح النور. لا انا مش بقول لك صباح الخير، انا بستعجب انك بتصبح وبتقولي صباح الخير. صباح الزفت على دماغك. صباح كمان الزفت على دماغي، يعني بدل ما تصالحني وتراضيني وتشوفني مالي، ان انا متضايقه ان انت اصلا كده عامل ولا صباح عامل النور ناسي ولا صباح الخير. يعني انت عامل ناسي ان انا متضايقه وزعلانه وبتقولي صباح الخير، ولما لومك تقولي صباح الزفت على دماغك. ده جزاتي ده اخري. انت عايزه ايه يا بنتي؟ شكرا. عايزه ايه كمان؟ مش عارفه انا عايزه ايه. طبعا ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. مهتم بمين؟ انت مين؟ مهتم بانك تعرف ايه اللي مضايقني، مهتم بانك تعرف ايه حرق دمي، مهتم بانك تعرف اهتماماتي عامه. انت عمرك ما كنت مهتم بيا. تعرفنيش كمان؟ طلعت مش عارفني ولا عارف شخصيتي ولا عارف بحب ايه ولا بكره ايه. انت مش عارف اي حاجه في الدنيا. انا مالي تحب ايه ولا تكره ايه؟ انا مالي. لما انت يبقى مالك، مين اللي ماله؟ انت مين؟ انت فعلا بتقول لي كده؟ انا مين؟ لا حول الله. كمان خلاص خلاص تمام. والله العظيم انا ما عارفه اقول ايه. انا ايه ده؟ في ايه ده؟ ايفنت. الايفنت بتاع تموره. يس 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 يس. تموره مين؟ انت مش فاهم، انا بستنى الايفنت ده من السنه للسنه. احب اروح انا وصحباتي ونفضل واقفين تحت ونغني معاه. قرب كمان. لا ده مجنونة. ونعمل كده بايدينا مجنونة. بس سوقي طيب، بس عشان ما اموتش. ايه مين؟ نزليني طيب بعد اذنك. لا تمورة. لا تمورة. لا تمورة بلا. لا تمورة. حبيب تحت الباب وهو ماشي؟ هتموتينا. يعني انت مش همك ان انا بحكي على تمورة مين؟ مين تمورة؟ وبتعمل انا ما حدش يفتح اللوك وانا قاعده. ده مبدئيا. انت بتقفل؟ انت خطفانه طيب؟ اه دي حاجه. ممكن اسالك سؤال؟ سالت سؤال. انت اسمك ايه؟ محمد. طب ممكن اسالك سؤال تاني؟ سالت. محمد انت شايفني حلوه؟ اه جميل زي القمر. بجد؟ بجد. طب ليه ما بتقوليش لوحدك؟ لوحدك؟ ليه مستنيني ان انا اقول لك؟ يعني ايه لوحدك؟ لا، ليه ما بتقوليش الكلام ده لوحدك؟ ليه مستنيني اجي اسحب الكلام من لسانك؟ يا بنت انا اعرفك. ليه كل شويه تخليني اطلب منك الطلبات دي؟ ليه؟ طلبات ليه تخليني اروح اطلب من الناس ان هم يقولوا لي بحبك او بيشوفوني حلوه؟ ناس مين؟ انا مالي؟ ما الناس تشوفك حلوه. محمد انا بقالي 3 دقايق ما ببطلش تفكير في الموضوع ده. انت ازاي ما بتقوليش كده لوحدك ومن نفسك؟ ازاي مستنيني اتكلم معاك؟ انا اعرفك بقالي دقيقتين. يعني ايه ده؟ تتنصل مني؟ لا 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 دي كده خربت خالص. خربت يا بنتي. خربت على ايه؟ خير هموت. خربت خالص. خربت قوي خالص. اه اوعى هنموت في. هنخش في توك توك. هنخش في توك توك. طب ممكن انزل؟ لا اوعى. طب يا نهار اسود. اوعى يا جماعه. رب نجري. بس لا بس ايه؟ بس بس الموضوع انتهى يا بنتي. الموضوع بالنسبه لي منتهي خلاص. هنخش في الشجره دي. ما ينتهي شجره. لا 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 مفيش شجره اصلا. لازم تعترف لي بحبك. بحبك. لا مش كفايه. مره واحده مش كفايه. بحبك. لا لا مش كفايه. بموت فيكي. مش حاسه يا ستي فيك ابوسها. لا لا في ناقص واحده بحبك. واحده بحبك. بس خلاص تمام. نزلينا ولا بيوصلينا ولا موتينا؟ تمام بس انا تمام قوي كده. هما ثلاثة بحبك بيكونوا كويسين معايا وبيهدوني. فاهم؟ خمسة موافق. خمسة؟ خمسة. أنا اللي أقول مش أنت اللي تقول. أنا اللي حدد إيه اللي بيهديني بالظبط. خلاص بس أنا كده تمام. طب إيه؟ يلا يلا حسابك 35 جنيه. إيه دي المجنونة دي؟ الفلوس. فلوس إيه؟ ورق. خد. بس 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 بس. إيه يا بنهزر بنهزر. بتهزر ايه بس؟ انت مجنونه ولا ده ايه؟ تعال قرب. بص هنا. ايه؟ دي كاميرا وده كان مقلب وانت معانا في كريزي وومن. كريزي وومن ايه بس وبتاع ايه؟ سوري سوري محمد معلش. مش زعلان مننا بس اهم حاجه؟ لا مش زعلان خالص. بس. بص هنا قول كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. ورمضان كريم. رمضان كريم. وانك مش زعلان. زعلان وموافق نذيع. ذيع. شكرا. صباح الخير. والله ايه صباح الخير عادي كده؟ طب ما انا اقول لك ايه؟ هو في صباح في خير وانت مضايقني ومش عارف انا مالي؟ انا مضايقك؟ اه. انت ازاي ما تعرفش انا مالي؟ ازاي ما تعرفش انا فيا ايه؟ مش حضرتك جايه لي عشان توصليني؟
ده مش معناه ان انت تهمشني وتهمش مشاعري وتهمش كل احساسي بان انا متضايقه وزعلانه ويومي متنكد ويومي مش حلو ومش مبسوطه. ايه 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 اهدي اهدي. هو ايه اللي اهدي؟ اهدى ازاي؟ اهدى كده عادي عشان قلت لي اهدي؟ ما انت لازم تعمل افعال تخليني اهدى. اهدى ايه اللي انت بتعمليه؟ انا مش فاهم منك حاجه. كمان مش فاهم مني لا حاجه؟ لا مش فاهم منك حاجه. مطلوب مني كمان ان انا افهمك. يعني انا كمان مطلوب مني ان انا افهمك. اه ده جنان بقى على الصبح. جنان. اه جنان. كمان قصدك ان انا مجنونه؟ اه مجنونه. يعني كمان مش عايز تقول عليا كلام كويس وعايز تقول عليا ان انا مجنونه؟ يا بنتي اهدي بالله عليك. انت تعرفيني؟ ايه ده؟ انت تعرفيني؟ هو انت كمان عايز تقول انت مش عارفني؟ لا ما اعرفكيش. ولا تهت مني؟ تهت منك؟ انت بجد؟ انت بجد؟ انت اللي بجد؟ انا عايز اعرف إيه انت اللي بجد؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه يا بنتي؟ اوه الايفنت بتاع تموره. تموره؟ الله الله بجد بجد. ده ايه ده؟ انا بستناه من السنه للسنه. انت مش فاهم. اه ده انت هبه منك. انت مش فاهم بجد. بنروح انا وصحباتي ونقعد نسمع تموره بيقول قرب كمان ونقف بالشموع كده ونعمل الفلاش بتاع الموبايل. خلي بالك بعد إيه؟ اذنك خلي بالك خلي بالك من الطريق خلي بالك من الطريق كده. نعمل ايدينا كده والله بجد بنبسط قوي في الحفله دي. انت مش فاهم. هو انت كنت مطبقه في حفله وجايه لي؟ ثواني هو انت اسمك ايه؟ ليه؟ خلاص بس اسال شويه. وهتهدي؟ اه اكيد اكيد. وعد وعد. اسمي تامر. تامر؟ اه. شفت انا برضه ما بحبش تموره من فراغ. مش من فراغ، من حضني وحس باللي بحس بيه. ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. حضرتك شايفني حلوه؟ دي حاجه ماليش فيها يعني. لا انا بسالك محتاجه الاجابه. معرفش ازاي. ما تعرفش. انا مقلق منك. لا 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 انا لا بجد انا مقلق السؤال منك. ده هيفرق في نفسيتي. نفسيتك ايه؟ ده انا نفسيتي هيفرق. انا مقلق منك. مقلق مني ليه؟ انا مش عارف بأمانة ربنا يعني. انت يعني انا ما اعرفش حتى بضحك وببتسم. بتضحكي ايه؟ ده انا خايف وانت ماشيه. انا بس بسالك سؤال. شايفني حلو؟ سؤال. مش عايز تجاوبني ليه؟ ممكن تمشي. طب ممكن تجاوبني؟ بالله عليكي ممكن تمشي؟ ينفع تجاوبني؟ انا مالي حلوه ولا متنيله بنيله؟ ممكن تمشي؟ اجابتك هتفرق معايا. ميه مش هجاوب. امشي. لا هتجاوب. اذا انت مجنونه بقى. لا انت لازم تجاوب يا بنت الحلال. امشي امشي وامشي بالراحة. طب رد عليا. لا مش هرد. انا بس محتاجة افهم انت ليه ما بتردش عليا. ما بردش. هسألك تاني. شايفني حلوة يا تمورة؟ لا مش شايفك حلو. عشان انت بتشوفش. طيب انا اعمى. طب انت اعمى؟ انا ممكن اديك فلوس العملية عشان تفتح. ده انت مستفزة. انت بجد مش ممكن. يعني بأمانة ربنا فعلا استباحة. انا بقالي 3 دقايق. 3 دقايق ايه ده؟ 3 دقايق عماله بفكر انت امتى هتعترف لي بحبك. حب يا بنت انت تعرفيني؟ انا معرفكش. اه ما تعرفنيش. انت هتجيبي لي بلوه. مش عايز تعترف لي بحبك. مش عايز تعترف لي بحبك يا بنت الناس. على مين؟ مش عايز تعترف لي بحبك. يلا نخبط في الميكروباص يا بنت الحلال. هنخبط هنخبط اهو. يلا يلا. طب انت عايزه ايه؟ الميكروباص مكتوب عليه. انت عايزه ايه؟ هخبط هيعيط على عربيتي. عايزه ايه؟ يلا يخرب بيتي. قولي انك بتحبني. انت عايزه ايه؟ قولي بتحبني. بحبك. الله يخرب بيت اهلك. ممكن تنزليه؟ بس خلاص خلاص. نزليني بعد كده. خلاص يلا انزل. هات 35 جنيه. اعوذ بالله. مفيش فلوس. حساب. مفيش ام. حسابك. خد. هفهمك. ما في يا جدعان. خد بس تعالى اقول لك. تعالى تعالى تعالى. واحد الله بس. هوب الله اكبر. حد يكبر فودي. انت طويل قوي يا تمور. يعني هقول طب يا بنت الحلال يعني. تعالى بس خلاص حقك عليا. انت حرقتي دمي. معلش. احنا اسفين. طب هسلم طبعا عليها يا تامر. طب عيب كده ما صحش. احنا اسفين. اسفين. بص هنا. انت كنت معانا في كريزي وومن. مش عايزينك تبقى متضايق من هزار خالص. زعلان شويه. هنصالحك. يا ربنا انت مستفزه فعلا قوي قوي. شكرا. ربنا يكرمك. الله يعز مقدارك. شكرا. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين.
واللي بفنهم طيبين. وقول رمضان كريم. رمضان كريم الله. ولنا نذيع. لا ان شاء الله نذيعوا.